هذا الحضور الكبير ديال الصحفيين المحترمين. شكرا لكم على الحضور. انا سعيد جدا ان تم اختياري في هذا اليوم العظيم اللي هو عيد الشباب اللي احنا كنا فرحانين وكنتمنوا لسيدنا الله ينصره طول العمر ويزيد بنا مازال القدام ما شاء الله. احنا فرحانين اننا مغاربه وكنتميو لهذا الوطن الحبيب. شكرا لإدارة الفيستيفال اللي هذا واخا يمكن ثالث مره. كنكون سعيد انني كنكون في افرا لانه جمهور راقي وغزال كما شفتوا اليوم التجاوب الكبير. وهذا بعد ما نقول اكثر من هذا الشيء. شكرا للحضور ديالكم والله يخليكم دائما متميزين ومتالقين. الجديد يلا صدرت واحد الاغنيه جوج اغاني، واحده مع الفنان المتالق سعد مجرد وواحده سميتها ما على باليش اللي كتحقق نجاح كبير. وكنتمنى لكم كل السعاده وكل عام وانتم بخير. شكرا لكم. شكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم. الناس ديال افران، انا اول مره غنكون حاضره في افران وغادي نلعب، يعني كانت واحد الاجواء اللي زوينه بزاف مع الجمهور الكريم. وشكرا لهم، وكان واحد التفاعل كبير معهم، وكانت طقنا لعبت قناوه فيزيون، يعني كانت زوينه بزاف. وشكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم. صراحه الله بالنسبه لي انا يا قناوه واحد الموسيقى اللي روحيه اللي ما نقدرش نتخلى عليها، يعني هي كتسلب وانا سلباتني ما عندي ما ندير. انتي اول مره تشوفيني، ولكن انا ديما كنطلع زعما كنلعب في التلفزيون بزاف. اول مره غنكون في افران، يعني اول مره غنلعب في افران، وكانت حاجه اللي زوينه بزاف. وشكرا. الجمهور ديال افران كيفاش كان التجاوب؟ كان غزال صراحه، كان زوين، كانوا الناس بزاف جاوا تفرجوا، حسيت بهم حبوا الموسيقى ديال قناوه واخا ماشي نفس طبيعه الحال. كنشكر الناس ديال الفيستيفال المهرجان الدولي ديال افران على الاستضافه ديالهم، وكان تنظيم غزال. نتوما كما كتشوفوا راه كلشي داز بامان الله وما كانش المشاكل وما كانش الصداع، وهادشي اللي بغينا. بطبيعه الحال بطبيعه الحال المواقع يعني كلشي لي ريزو سوسيو كاملين كيعاونوا، يعني كي الناس كيكونوا كيتبعوك الناس من بزاف ديال الدول بزاف ديال المدن. بطبيعه الحال كيعاونك، خص غير بنادم يخدم عليه وهادشي اللي كاين. خص يكون عندك غير محتوى زوين وغادي يتبعوك الناس. شي ديو معاك شنو هو؟ فهمتي الفنان الغزال ديالنا ان شاء الله، علاش لا؟ علاش لا ما يكونش ديو معاه؟ مرحبا على الراس والعين، هذاك خونا وحبيبنا وعلاش لا؟ الفنان عبد الصمد العمراوي، كانت المشاركه ديالي في مهرجان افران عطوني هاد الناس فرصه باش نشارك معاهم، وربي ما خيبنيش وما حشمنيش. جيت في الاول كيما قلتو كان واحد لوطراك في الاول وكان واحد الخوف، ولكن فاش طلعنا للاصين لقينا الناس فرحانين وناشطين وتيردوا تيغنيو داكشي اللي تنغنيو وحافظين تا هما تبارك الله، ودوزنا داكشي مزيان وكلشي ناشط وكلشي فرحان. هادشي اللي بغينا. الجمهور كان واعر، التفاعل كان واعر، لقينا الناس راه تبارك الله واخا انا في وسط الضجيج، ولكن كنسمع الناس كيغوتوا وعاجبهم الحال وفرحانين. معروفه عندي لي في الحمد لله، عندي 5 مليون في اغنيه اللي ضاربه ما بقات معاك هضره، وكاينين اغاني اخرين مع الفنانه الكبيره ايمان الحاج، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يجي عمل مع الفنانه الكبيره الحسنيه اللي دفعات بزاف الفنانه منهم بدر وعبيه منهم تبارك الله عاونتهم بزاف، وتا هي وعدتني باللي غنديروا انا وياها واحد سينكل واحد عمل جديد ان شاء الله. تبارك الله الفنانه الحسنيه، ما اش غنقول، فنانه متواضعه، فنانه قلب طيب والله يعمرها دار، وكتعاون كل شيء، كاع اللي جا الاستوديو كيعيط عليها كتجي عندهم، ما كتبخل حتى على شي واحد وكتعاون الناس، واللي عنده الفلوس كتعاونو واللي ما عندوش الفلوس كتعاونو، وتقدر تمشي تغني معاك عادي ما كاينش مشكل. واحد الكلمه الجمهور كنقول لهم شكرا بزاف على هذا الحضور الكريم، وشكرا على هذا التفاعل، وشكرا ما حشمتوناش وعاونتونا. تبارك الله داكشي كنغنيو وكتردوا علينا داكشي واعر داز مزيان، هادشي اللي عطى الله.